السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في حكايه جديده من حكايه كريم. قبل ما نبدا الموضوع نتاع اليوم كان نبغي نشكر الاخت سعاد على التعليقات ديالها وكذلك الاخ حمزه اللي ارسل لي في الفيسبوك. غير هو عنده تعقيب, هو انني ما كنديرش المونتاج وبالك يعني انا من الاحسن نشوف شي واحد يدير المونتاج. هو عندي داك البروغرام تاع المونتاج, كنت كندير عندي قناه تاع الطبخ, كنت كندير المونتاج لان كيكون مسائل كبيره فاش كتعين باش كطيب شي حاجه, يعني كيكون واحد الوقت يعني انه وقت اللي كتلصق دوك لي فيديو ولا كتقطعهم وكتحذف بعض المسائل. ولكن هنا بالنسبه لي هاد القناه فهي دردشه, يعني بحال راكب مع شي واحد في التران ولا هذا وجبنا شي موضوع وكنناقشوا معكم. ف يعني انه يعني من الميزه نتاع القناه ديالي بغيتها تكون عفويه, يعني حتى ملي كيكون شي خطا ولا شي كناخذ شي وقت باش نفكر باش نجيب شي فكره. انا شي مره مع اللغات يعني كيتخلطوا وكيجيك يعني كتقلب على شي مفرده ما كتلقاهاش باللغه العربيه وكتجيك بالانجليزيه ولا بالفرنسيه ولا هذا. ف لهذا السبب يعني خليتها كدردشه, يعني بحال راه حنا كنناقشوا في شي تران ولا هذا, كنجبدوا مواضيع اللي ممكن تكون تكون مهمه لنا ولا النشأ ديالنا اللي طالع. فالمهم هو اننا نستفدوا من الهضره اللي كنقولوا. فكاين بعض الناس اللي ما غيتفقوش معايا في شي مسائل, ولكن كما كنقول كيبقى هذاك الراي ديالي كنعطيه اللي وافقوا وشاف الفكره زوينه وبغى يعني انه يتبعها فمرحبا. اللي ما بغاش كيبقى كل واحد حر في الحياه ديالو. احنا كنهضروا غير على مسائل اجتماعيه, على الاحترام, على المسائل يعني اجتماعيه اللي ما كيختلفوش عليها الناس, يعني الحاجه المزيانه راه باينه والحاجه الخايبه راه باينه. فاليوم غادي نطرق للموضوع نتاع اللباس والاشهار اللي كيكون في اللباس, تيشيرت سروال او حتى لي ساكادو ولا لي ساك اللي كنهزو معنا. فتات انتباهي واحد الصوره في مواقع التواصل الاجتماعي حيث انه شخص يعني ما نقدرش نقولوا مغربي ولا المهم شخص في مكه المكرمه يعني يقوم بشعائر الحج او العمره هو والزوجه ديالو, وهز واحد الساك في ظهره بحال هكايا, يعني ربما هز فيه المؤونة ديالو ولا ساندويتشات ولا شي حاجه ولا قرعه الماء ولا ما نعرف. المهم ان داك الساك مكتوبه فيه هاينيكن بالانجليزيه ولا هينيكن بسميتو بالفرنسيه ولا بالمغربيه كما كينطقوها. المهم اللي المعنى من هذه الكلمه نتاع هاينيكن وهي اسم نتاع واحد الجوعه ولا بيره كما كتسميوها, والبيره هي يعني احد الكحول, كاين الشراب لي فان وكاين لا بيير وكاين يعني داك سميتو المشروبات الروحيه ولا كيقول لها السبيريت. فهناك اسماء عده وكتبقى يعني انه اشياء محرمه, فكيف أن نقوم باشهارها في مكان يعني كمكة المكرمة ولا الحرم المكي, يعني انه يعني داخل بداك الساك يقدر تقول انه ما كيعرفش ولا هذا, ولكن حتى اللي ما كيعرفش هذا ماشي يعني غيزون باش ولا سميتو دافع باش يعني انه ندوزوها ولا شي حاجة. فكيبقى انه واخا ما تكونش كعارف خصك تسول على راسك يعني من تلقى سميه نتاع شي حاجه, سورتو دوك اللي كيشريو الملابس من البال ولا من الجوبيه, يعني كيلقاو ملابس يعني ما كينتبهوش على الكلمات ولا العباره اللي مكتوبه. فشي مره كتكون عباره سب او قذف
بحال يعني بلا ما نكمل الشمره كيكون كما تكون مشروبات روحيه بحال جاك دانييل ولا شي حاجه مكتوبه هنا ولا هنا وكيدخل بها الجامع او صوره نتاع شي فنان تاع مايكل جاكسون ولا شي 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 شي, شي مغنيه يعني في يعني كتلقاها يعني اللباس ديالها كيفاش داير وهذا وداخل به الجامع يعني من اللور ولا هذا وكاس اللي قدامك. فالجامع كيف ما كتشوفوا او المسجد يعني انه كله ايات قرانيه وهذا باش الانسان كيذكر يعني الله وكيحس بانه في مكان العباده. فلا جيتي انت تدخل بتيشورت فيه شي صوره نتاع شي مغني والاخر داخل مع شي ممثله والاخر داخل مع بشي يعني هذا ما غيبقاش هذاك مسجد العباده في حيث انه غادي يولي يعني انه يعني شي مكان له ولا هذا. اللي بغيت نقول هو انه حتى دوك هنايا يعني بالنسبه للمسيحيين ولا الكاتدرائيين ملي كيمشيو للكنيسه يوم الاحد فهم ما كيمشيوش يعني كل نهار يعني كيمشيو يوم الاحد فكيمشيو بفيس نوار يعني واحد الفيستا كحله وسميتو وهذا والقميجه بيضاء يعني حتى داك اللباس ولا هذا يعني لو ولده كيلبس داك اللباس ما كيخليهش يمشي معاه به ولا هذا فاحتراما لذاك المكان اللي كيدخل ليه ما كيدخلش بداك اللباس وكيبقى داك اللباس مصاوب انهم كيمشيو به لي بواط دو نوي ولا مكان له البيران ولا لي ستاد ولا لا بلاج ما يمشيوش به سميتو. فهنا كان نطلب منكم باش تردوا بالكم اللباس اللي كتلبسوا فحتى في الطريق يعني انه في اخر مره يعني كنت في المغرب فاثار انتباهي واحد يعني السروال تاع الكيطمه اللي لابساه بنت يعني انه ما كنظنش انها ما فهماتش ولا ماذا لان في المؤخره ديالها في اللور يعني بحال شي واحد حط يديه في صباغه بيضاء ودارها في اللور نتاع السروال ديالها فباينين يعني البصمات نتاع اليد تمايا فماشي شي واحد دار ولكن هكاك مصنوع السروال فكيف يعقل واخا يعني ما تكونش عندك العائله يعني الاب والخوت اللي يرفضوك ويقول لك ما تلبسش هذاك ولا لبس هذاك ولا هذا فاحتراما لنفسك ما تلبسيش ذاك اللباس قدام يعني سروال بحال هكاك قدام يعني يعني حتى الصديقات ديالك او الجيران او الحومه خارجه يعني بسميتو بسروال بحال هكاك يعني انك انسانه متحرره ولا كتلقى يعني في الصدر هنايا مكتوبه هوت ولا كما قلت لكم داك الكلمه نتاع اف كا يعني انها مكتوبه هنا او سيكسي ولا شي حاجه ولا دون نو تاتش مي ولا تاتشيت ولا شي حاجه بحال هكا يعني ايحاءات جنسيه فمن الاحسن نردو بالنا يعني كاين بزاف المسائل ممكن يلبسهم بنادم يعني ويجيو عليه يعني يا اما لون واحد يا اما شي حاجه مخططه يا اما ما عرفش يعني كاين ديزاين بزاف نتاع الملابس ماشي ضروري انها تكون جمله باللغه الانجليزيه او باللغه الفرنسيه اللي فيها سب او فيها يعني ايحاء جنسيه كما قلت. فنتمنى تستفدوا من هذا الموضوع وتردوا بالكم الحوايج ولا السكن اللي كتهزوا معكم يعني فحشومه ان يعني انسان يعني ما كيشربش وغادي يدير اشهار لواحد يعني الخمر او يعني شي حاجه اللي محرمه. كنتمنى هذا الموضوع يكون يعجبكم وتستفدوا منه وتستفدوا الشباب دائما والوالدين ينصحوا اولادهم ويوجهوهم للطريق السليم يعني سواء في اللباس سواء في الهضره سواء في المعامله. فإلى اللقاء ومع حكايه اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.